بسم الله الرحمن الرحيم اخي الحبيب كيف ينزل عليك الرزق كالمطر وانا اعني ما اقول بالفعل الرزق ليس من الضروره ان يكون اموالا او ذهبا او فضلا ان يصرف الله عنك مرضا هذا رزق واهم من المال ان ينجيك من شر حادث محقق هذا رزق اهم من المال ان يصرف عنك الظلم والاذى ان يصرف عنك مرضا قاتلا هذا ايضا رزق كبير جدا واهم من المال، ان يعطيك الصحه هذا رزق، ان يرزقك زوجه صالحه هذا رزق مهم جدا، ان يرزقك ابن بار، ان يرزقك جار صالح، كل هذه الانواع من الرزق انت يمكن ان تحصل عليها فقط بالتقوى، فقط الشرط هو التقوى، ان تتقي الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما معنى من حيث لا يحتسب؟ اي ان كل الحسابات التي تقوم بها وكل الافكار التي تنسجها وكل ما تحسبه ياتيك الرزق من حيث لا تحتسب ولا تدري ولا تعلم باسباب بسيطه جدا ياتيك الرزق، لذلك كرر هذه الايه وطبق ما فيها من التقوى تقوى الله عز وجل وان شاء الله ستجد انواع كثيره من الرزق اهمها السعاده وراحه البال والطمانينه، احفظ هذه الايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والحمد لله رب العالمين.